طبعا الحكي في وراء معلومة، والمعلومة طبعا معلومة طريفة اليوم. بتذكرني بشارلي شابلن. شارلي شابلن بس زمانه في من أروع الأفلام اللي سواها وأبسطها وأجملها، كان اللي بنذكره دائما إنه كان يدور بهالحارات يشوف مين عنده شباك إزازه مكسور يصلح له. اجا وقت ما حدا حتى اللي عنده إزاز مكسور يستغني ويتحمل البرد مشان ما يدفع، الناس ما عندهم مصاري، وهو بالتالي ما عنده معه شيء يحسن يعيش فيه. فراح لقى ولد صغير قال له شغل معي؟ قال له شو شغلت يا عمو؟ قال له بسيطة، شغلتك بسيطة، خود هاي النقافة محل ما بقول لك بترول هناك، تعمل بالنقافة هيك تكسر الإزاز وبتمشي قبل ما حدا يشوفك وبس، بيجي أنا بعدك فبلاقوا إزازهم مكسور بيقولوا لي تعالي صلحه، بنلاقي لنا شغلة بدنا نعيش، أنت بتعيش وأنا بعيش. والله الولد عجبته الشغلة، نقافة حلم بالنسبة له مثل أحلامنا إحنا وصغار. المهم جاب هالنقافة الولد أعطاها قال له روح هديك الحارة اسبقني بدقيقتين ثلاثة خبوط الإزاز تبع فلان. من فلان؟ فلان اللي معهم شوية مصاري بحسن يدفع، يعني بيعرفون هو بالواحد. فبهالطريقة نحن هو بنركب له إزاز جديد ونحن بنستفيد بنحسن نعيش. فراح الولد كسر الإزاز، خرب البلد، ركبوا له البلد ما لقوه. بعد شوي لما رجعوا لقوا شارلي شابلن بشخصيته حامل الإزاز على كتفه وداير ميت مشوار بده ليش تعال بتسوي بسوي لا شغلة استفاد منها. تاني يوم ساووا نفس العملية، ثالث يوم بعدين اكتشفوا انه القصة الولد ما يمحيت خصوصي ليكسر الإزاز ليجي هو يصلحه. هول اسمهم الحرامية الصغار، وانا راي بحكي لكم حكاية حرام صغير حصلت معي شخصيا. يا حبايب، يوم من الايام سكرنا المحل ورحنا كالعادي، يعني ما في شيء، في الموظفه عندي بتسكن هي وجوزها بالطابق اللي فوق. بالليل الساعه 12 وحده على ما حكوا لي بعدين طبعا شافوا حركة وواحد حرامي طويل عريض هيك عم يجر أكبر كيس ممكن تتخيلي، بده اثنين ثلاثة لحتى يحملوه، كيس من هالنفاص الكبير اللي دبل أو بلاستيك من النوع الجديد، نفاص بلاستيكي معبى وتقيل عم يجره. صيحوا عليه هرب الزلمة وجر قد الله ما أعطاه قوة ضعف قوته من خوفه، حمل هالكيس وتم رايح. ايه؟ قال لي جوزي اتصل بالشرطة، والشرطة اجوا بعد فترة ما كان موجود حدا، منين راح من هون؟ فتحوا تحقيق وهذا كل ما، ونحن بنشوف شو القصة ما نتابع. حقيقة هن ما تابعوا لها، يعني سرق حق عليك، مفروض تحط انذار، مفروض تحط تواصل بالشرطة، مفروض تساوي تحصن مكانك قبل ما تكون الشرطة مسؤولة، انت لازم تكون هيك. بكل الاحوال ما طلع منها شيء، لكن تتوقع شو اللي سرقوا؟ والله ما بعرف، كيس كبير بده بغلين ليجروه او يحملوه. طلع ماشي الحال، خيرها ان شاء الله، بسيطة ان شاء الله. فت على جوا انا ودورت هون وهون وهون وهون، ما في فائدة، ما لقيت شيء خرج إنه يعني ما في شيء مسروق، عملياً ما في شيء مسروق. يعني شو اللي سرقوا هذا؟ وين؟ طلعت على المستودع فوق الطابق الثاني، في طبعاً أدوات منزلية، في عفش، في صناعات يدوية، في كثير شغلات. وكنت بحاطط مكان جمع فيه الاغراض اللي ما لازمتني، بدي كبه يعني. فعلا لك ما في غير الكيس اللي بدنا نكبه هو اللي مسروق، ما في غيره يعني هو اللي ناقص. الله، هذا اخونا
يعني كنت جايب اثنين انا لا يحملوه ينزلوه لي ياخذوه على الزباله، اجى هذا لحاله اخذوه على الزباله كثر الله خيره. طلع الحرامي سارق الكيس اللي انا بدي كبه، والله العظيم اني زعلت من جواتي، قلبي انكسر. لك هذا حرامي، لكنه حرامي مسكين، خرق القانون وخرق كل شيء، لكنه مسكين ايضا مسكين، اكيد في داعي لانه يعمل هيك، تربيته مثلا، المؤثرات اللي حوله، فقره، حاجته، طمعه، في شغلة معينة هي اللي دعيته لسرقة وحتى من هذا النوع. بجد حسيت قديش في ناس حرامية مثل هذا الحرامي الصغير، وبنفس الوقت مظلومين لأنه كل المشاكل وكل أسباب التأخر وأسباب المصائب تلحق عليهم. أنا فعلا لما رجعت بدي أكتب شو بدي أقول، شو بدي أقول. القصة أكبر من كتابة قصة وأكبر من كتابة رواية، هي ملحمة وجود. على كل حال هي قصة بسيطة تستدعي البكاء والضحك في وقت واحد. بعدين أحبائي، مر كم شهر هيك ونسيت القصة أنا نهائيا وانتست القصة، وإذ بي أفاجأ بشغلة كبيرة. وهيك يا أحبائي ما مضت أشهر بعد الحرامي الصغير إلا وكانت الطامة. القصة هونغ كونغ في مرحلة الانتقال من الحكم البريطاني للحكم الصيني، كان في فوضى. المهم أنا طلبت من هناك كونتينر مليء بالإلكترونيات، كونتينر كبير. هذاك اليوم الأسود لما فتحنا الكونتينر وبدال ما نلاقي فيه بضاعة لقينا فيه حجارة، لقينا فيه حجارة. فتحناه بوجود ضابط الجمرك، طالبنا التأمين ما ردوا علينا، قال لأن الكونتينر مش مفتوح، مش مكسور، مش مسروق. طالبنا شرطة هونغ كونغ، بعثنا له نحن عم نلاحق فلان اللي بعث لك الكونتينر، ويبدو انه هو مساويه مع غيرك، سوى مع غيرك وقبض المصاري واختفى، وبقينا سنوات ننتظر. البنك قال لي نحن بنعرفك جيد، بامكانك تاخذ تسهيلات جديده تبدا من اول وجديد. وهذا ما حصل. تمنيت بهذيك اللحظة وتذكرت الحرام الصغير اللي حمل شنتاية الأغراض اللي بدنا نكبها، حمل الزبالة بدل مننا. والله بكيت عليه، تمنيت لو إنه سرق المحل كله، لكن اللي سرقوه هن اللصوص الكبار مش الصغار. شي بيبكي وشي بضحك. ألف تحية يا أحبائي. إلى اللقاء في نظرة أخرى من القلب إلى القلب.